بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 64. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب صفة الصلاة. قال رحمه الله: ولمسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقب الشيطان، وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من بدايتها إلى نهايتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الحديث فيه وصف لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لنعرفها حتى نقتدي به فيها. كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، يعني تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها. نعم. والقراءة بالحمد لله رب العالمين. كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني أنه يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه، يعني لم يرفعه ولم يصوبه، بل كان يمده حذاء ظهره صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن بين ذلك، بين ذلك يعني بين الإشخاص وبين تدلية الرأس، بل كان بين ذلك، يعني يكون رأسه محاذيا لظهره عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يعتدل قائما، والاعتدال من الركوع ركن من أركان الصلاة، فلو أنه سجد من ركوعه لم تصح صلاته، لأنه ترك ركنا وهو الاعتدال. نعم. وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا. هذا وصف الجلسة بين السجدتين، وهي ركن من أركان الصلاة أيضا.
كان صلى الله عليه وسلم لا يسجد السجدة الثانية حتى يستوي جالسا بين السجدتين. نعم. وكان يقول في كل ركعتين التحيات. وكان يقول في كل ركعتين التحيات. إذا كانت الصلاة رباعية ففيها تشهد، تشهد الأول وينتهي عند قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والتشهد الأخير وهو أن يستكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الإبراهيمية، كما في رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. كان في جلسته للتشهد الأول أنه يفرش رجله اليسرى، بمعنى أنه يجعل ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى ويجلس عليه، هذا الافتراش، وينصب اليمنى. نعم. وكان ينهى عن عقب الشيطان. عن عقب الشيطان أو عقبة الشيطان، وهو الجلسة التي يجلس فيها على عقبيه ويجعل رؤوس أصابعه على الأرض. نعم. وكان ينهى أن يفترش الرجل على ذراعيه افتراش السبع. وكان ينهى صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في حال السجود افتراش السبع، فهذا فيه نهي عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، بل كان يرفع ذراعيه على ركبتيه في حال سجوده. نعم. وكان يختم الصلاة بالتسليم. كان يختم الصلاة، يعني يخرج من الصلاة بالتسليم، لأن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يساره، ويلتفت مع كل تسليمة. نعم. ولأحمد وغيره عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، ثم عقد من أصابعه الخنصر والبنصر وهي التي تليها، وحلق حلقة بأصبعه الوسطى على الإبهام، ورفع السبابة يشير بها. هذا في حال الجلسة، في حال الجلوس للتشهد، أنه كان يضع اليد اليسرى على فخذه مبسوطة الأصابع، وأما اليمنى فكان يحلق الخنصر، كان يحلق الخنصر مع الإبهام، وكان يرفع أصبعه السبابة بالتشهد. نعم. ولمسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53 وأشار بالسبابة. هذه الصفة الأولى، عقد 53، هذا ما يسمونه بجدول الأصابع، كانوا يعقدون الأصابع للحساب، يعرفون هذا، وهي طريقة ما يسمى بجدول الأصابع. كان وهو كما في الحديث الذي قبل هذا، أنه كان يحلق الإبهام مع الخنصر، وكان يرفع السبابة يشير إلى الوحدانية، يرفعها في التشهد. نعم. ولأبي داود عن الزبير مرفوعا كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دعا في الصلاة يشير بأصبعه إلى الوحدانية، يشير بأصبعه إلى الوحدانية ولا يحركها. نعم.
وفي لفظ إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة. نعم، كالصفة الأولى أنه يضع يديه في حال الجلوس، يضع يديه على ركبتيه، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. نعم. وفي لفظ وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. هذا كما سبق في الرواية الأولى أنه يضع يده اليسرى مبسوطة الأصابع على يده اليسرى على الركبة، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، لكن يحلق السبابة مع الخنصر ويشير بالسبابة أو السباحة، يشير بها إلى التشهد. نعم. وفي لفظ ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. باسطها عليها، نعم. أما اليسرى فيضعها مبسوطة الأصابع على يده اليسرى ولا يقبض شيئا من أصابعها. نعم. وللنسائي عن سعد قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي فقال: أحد أحد، وأشار بالسبابة. كان يعني يرفع أصابعه في الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بتوحيد الأصبع، إشارة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يرفع السبابة فقط، وهي التي تلي الإبهام. نعم. ولهما عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. نعم، كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك في سجوده اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يفسر القرآن، يتأول يعني يفسر القرآن، لأن القرآن جاء بالأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى في الصلاة، وجاء بالدعاء في الصلاة. نعم. ولمسلم عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نعم، هذا اللفظ ليس واجبا، وإنما هو مستحب أن يقول سبوح، المبالغة من التسبيح والتنزيه، قدوس كذلك من التقديس وهو التطهير، فهذا فيه لفظ مبالغة في التسبيح ومبالغة في التطهير والتنزيه لله سبحانه وتعالى. نعم. وعن عقبة بن عامر لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. نعم، لما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. فالتسبيح الذي يقال في الركوع: سبحان ربي العظيم. ولما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم، وذلك بأن يقول: سبحان ربي الأعلى. نعم. وفي حديث حذيفة يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. نعم، هذا معنى قوله: اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في ركوعكم، أنه يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، ويقول في الركوع: سبحان ربي الأعلى. نعم. ولهما في حديث أبي هريرة: ثم يقول: سمع الله لمن حمده،
حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، وفي رواية: ولك الحمد. نعم، إذا رفع من الركوع فإنه يعتدل قائما ثم يقول: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. فهذا فيه بيان الذكر الذي يقال في حالة الاعتدال من الركوع. نعم. ولهما عن أنس مرفوعا: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، معنى سمع هنا استجاب، سمع الله يعني استجاب لمن حمده، فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد. فهذا يقال بعد الاعتدال أو في حال الاعتدال من الركوع، هو واجب من واجبات الصلاة. نعم. ولمسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا مستحب في القيام من الركوع. الواجب أن يقول: ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، هذا هو الواجب. وأما ما زاد عن ذلك من ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فهذا مستحب وليس بواجب، وأغلب ما يكون هذا في صلاة الليل. ولأبي داود عن أبي سعيد مرفوعا: ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض. نعم، يعني حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض، لأن نعمه كثيرة لا تحصى، نعمه لا تحصى، فحمده أيضا لا يستقصى. نعم. ولمسلم مرفوعا: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. نعم، اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد والماء البارد، هذا فيه المبالغة في التطهير، لأن هذه مطهرات الماء والثلج والبرد، هذه مبالغة في التطهير من الذنوب والخطايا، فإذا تعاقبت هذه المطهرات فإن النقاء يكون أكثر. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من دروس شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير.